ارتفعت ثقة شركات القطاع الخاص في الإمارات إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2020 مدعومة بزخم النمو الذي يشهده الاقتصاد غير النفطي منذ بداية العام الحالي والارتفاع المتواصل في الأعمال الجديدة والإنتاج وفقا لنتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس 2023. وأظهر المؤشر الرئيسي الخاص بالدولة المعدل موسميا والتابع لشركة ستاندرد أند بورز جلوبال تحسنا قويا في ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس مدفوعا بارتفاع ملحوظ في الإنتاج والأعمال الجديدة، مما زاد من ثقة الشركات في أن مستويات النشاط ستستمر في الصعود ليصل التفاؤل إلى أفضل مستوياته منذ شهر مارس 2020. ووفقا للمؤشر عززت الثقة القوية الزيادة الحادة في المشتريات واستمرار خلق فرص العمل في شهر أغسطس بدعم من ضغوط التكلفة المنخفضة فيما استمرت تخفيضات أسعار البيع ولكن بوتيرة أبطأ مع ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الطلب من العملاء. وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بدولة الإمارات 55 نقطة في شهر أغسطس مقابل 56 نقطة في شهر يوليو ليظل أعلى بكثير من المستوى المحايد والبالغ 50 نقطة. وظل نمو النشاط التجاري في الاقتصاد غير المنتج للنفط حادا مقارنة بالبيانات التاريخية في منتصف الربع الثالث على الرغم من تراجعه إلى أقل مستوى منذ شهر يناير. وأشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة في الإنتاج منذ الشهر السابق، وأرجع معظمهم هذا الارتفاع إلى زيادة حجم الأعمال الجديدة. وتشير النتائج إلى أن التوقعات بالنسبة للقطاع غير النفطي إيجابية للغاية، حيث أشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن ذلك كان مدعوما بارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة وزيادة السياحة وزيادة الاستثمار.